وقت كامير بس نقيم سنة 21 هي حصيلة إيجابية الحمد لله، سواء من ناحية الإنتاج ومن ناحية الأسعار وكذلك من ناحية المداخيل. من ناحية الإنتاج تمكننا من رفع الإنتاج بحوالي 5% مقارنة ب 2020. من ناحية الأسعار فيه تحسن كما تعلمون وكما شاهدتم في العرض، تحسن معتبر قريب، وصلنا إلى مستوى 72 دولار مقارنة بنهاية سنة 2020 حوالي 42 دولار، ما مكن يعني تحصيل يعني حوالي 35.4 مليار دولار كمداخيل من الصادرات. اليوم تقريب هذا المراجعة الأسعار هي ما جميع المتعاملين مع صونا تراك، بغض النظر على طبيعة الدولة أو القارة، أوروبيين أسيويين كلهم معنيين بهذه المراجعة. المناقشات متقدمة جدا، فيه على الأقل 3 شركات توصلنا إلى مراجعة الأسعار. واحدة كما تعلمون مضينا وأعلننا عليه، فيه الأيام القادمة ربما يكون إعلان على إمضاء عقدين أو 3 مع شركات أخرى، ونستمر مع الشركات المتبقية إن شاء الله حتى نتوصل إلى اتفاقية. كما تعلمون أن عقودنا تمنع توجيه الغاز إلى دولة أخرى غير يعني الدولة المعنية بالاستيراد تاع الغاز، فيه استثناءات معروفة، إذا لكن هذا الاستثناء يتطلب الموافقة تاع سوناتراك وتقاسم الأرباح. إذا كان فيه بطبيعة الحال، لأنه الإنسان إذا يغير وجهة هذا الغاز راح يكون يعني يربح في العملية، أنه أولاً لازم يأخذ موافقة سوناتراك، وثانياً فيه تقاسم هذه يعني هامش الربح. إذا كان دولة ما تحترمش ولا شركة ما تحترمش ولا متعاقد ما يحترمش هذا البند من التعاقد، فيه يعني ناحية الإجرائية متفقين، يعني فيه عقود وفيه ناحية إجرائية محترمة. ما نروحش نقولوا إلى يومنا هذا ما كان حتى شيء، يعني ما كان حتى تغيير تاع وجه الغاز. إذا يكون فيه إجراءات تتخذ حسب العقود المتفق عليها. En termes de la compétition de ce pipe avec d'autres pipes, vous pouvez le comparer. Un pipe qui va passer 3 pays, vous le savez très bien, la complexité des passages de ce type de projet lorsqu'il s'agit d'un pays ou deux pays, alors un pipe qui va traverser 12 pays pour arriver en Europe. Quelle est la première, ça c'est la première complexité. La deuxième complexité, même ce gaz, en supposant qu'il va alimenter le marché de ces pays-là, vous le savez très bien, le gaz aujourd'hui il est très cher et la population de ces pays, et je ne sais pas s'ils ont la capacité d'acheter le gaz à ce prix-là. Donc il y a une multitude de facteurs qui compliquent un petit peu la réalisation de ce projet soi-disant concurrent.